يأتي أبو جهل والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام، قال واللات والعزى لأطأن بقدمي هذه على رقبة هذا المعتوه، خلاص ما عدنا بصابر عليه، أنا بروح أوطأ عليها أمام الناس. يقولون فتقدم أبو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبة، فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله فإذا به يركض أبو جهل حتى راح بيته وسكر الباب. فدخلوا عليه كفار قريش، ما بك يا أبا جهل؟ قال وقفت عند محمد فما إن اقتربت منه إلا رأيت خندقا من نار، والله لو اقتربت عنده لاحترقت. أنزل الله له شيء يمنعه، شاف مثل خندق محفور ومليء لها بنار، يقول والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت. الإهانة الشديدة قلت لكم ممنوعة، يؤذى النبي لكن ما يهان، ولا يقبل الله لنبيه أن يهان مهما كانت الظروف. نعم يؤذى حتى يعلم أن الحق غالي، يؤذى النبي حتى هو قال الرسول بكى قال يا قوم والله لقد أوذيت وما يؤذى أحد، وأخفت وما يخاف أحد، وجعت وما يجوع أحد، ولقد مرت علي 30 ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواريه بلال تحت إبطيه يضعها تحت إبطه ثم إذا جعنا أكلناه. يقول والله إنها مرت علينا 30 ليلة أنا وبلال، والله ما عندي ما أضعه في بطني إلا أن طعاما كان يخفيه بلال تحت إبطه في حر مكة والشمس. يقول إذا اختفى الناس عنا أخرج بلال ما كان تحت إبطه وأكله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا ندعي الحب وندعي الاتباع وندعي رغبتنا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا لا ينفع لوحده ما لم يكن يتبعه عمل وتصديق. وقد قلت وأقول يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. يدخل رجل أعرابي من خارج مكة، استلف منه أبو جهل فلوس، أبو جهل ماخذ منه مال، فدخل عند أبو جهل قال عطني فلوسي، قال ما عندي لك شيء، أنكر وجحد أبو جهل. فقام الرجل هذا الأعرابي يروح عند الكبار كبار قريش، يا جماعة أبو جهل أخذ مني مال ولا أعطاني وجحدني. ومر عليهم هم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبة، قالوا تدري من يرد لك مالك؟ شف ذاك اللي يصلي رح له خذ منه المال، رح عنده وقل له أبو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب إليه هذا الرجل فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنا رجل أخذ مني أبو جهل مالا وأخبرني قريش أنك من يرد المال إلي، والرسول ينظر إليه فسكت صلى الله عليه وسلم. قال كيف ومتى أخذ منك؟ فجلس يخبره، قال قم معي تعال مشينا. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا رجال عساني أقوم بحالي وحنا في وضعنا الآن شديد وحالتنا حالة وروح لذا اللي يرسلوك ليهم المهبل، أنا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها. ولا جاه قال له شف أنا بروح أرجع لك مالك بس تبشر تدخل معي في الإسلام. هذا دليل على أن النبي رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يريد الحق لكل أحد. وراح وطرق الباب على أبو جهل، فتح أبو جهل الباب قال يا أبا جهل إن هذا الرجل ادعى أنك أخذت منه مال، هل ذا هذا حق؟ قال نعم والله يا محمد إنه حق. قال رده إليه. يقول قال حاضر أبشر. يقول فدخل أبو بكر وأتى بالمال وأعطاه إياه وراح الرجل، وناس يناظرون. فيوم جاء أبو جهل قال وفى خوفك محمد وأنت تقول سأفعل وسأطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني. قال يا قوم والله إني رأيت محمدا حينما أقبل علي وإني رأيت خلفه فحلا يفتح فمه، والله لو قلت له لا لأكلني ذلك الفحل. أرسل الله له ملك صلى الله عليه وسلم.